ومعنا هاتفيا المشاهدين الكرام من لندن الكاتب السياسي مازن التميمي، مرحبا بك. إذا أربع وجمات على مصالح غربية في العراق في غضون 48 ساعة، كيف تقرأ هذا التطور في المشهد وتوقيته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين. الحقيقة هذه الهجمات الأخيرة جاءت كرد فعلي على بيان ما يسمى بالقائد العام للقوات المسلحة الذي يدعى به وحذر فيه أنه لا يسمح وممنوع أي جهة أن تستخدم السلاح أو أن تحاول أن تفرض إرادتها بقوة السلاح طالما موجودة هناك حكومة أو دولة. وإجا هذا الاستهداف رد عملي وفعلي لكي يوصل رسالة إلى الحكومة، حكومة إيران بالمنطقة الخضراء، بأنه صاحب القرار في العراق هو الميليشيات، وصاحبة السطوة والسلطة الفعلية بالعراق هي الميليشيات، وهذه الميليشيات هي وصلت هذه الرسالة عبر إيران لأنها تقاد من قبل إيران. وأريد للحكومة أن تسمع بأنه ما جرى عليه هو بفعل هذه الميليشيات، والميليشيات لن ولن تلتزم بما تطلبه الحكومة أو ما يسمى ببيان القيادة العامة للقوات المسلحة، لأن تعتقد هذه الميليشيات هي القوة الحقيقية على الأرض وهي الذراع القوي الذي سيكون أداة إيران في المواجهة إن حصلت. وأنا أشك أن تكون هناك مواجهة بين أمريكا وإيران، وكل ما تعودنا من أمريكا ومن ترامب مجرد وعود وتوزيع اتهامات واتهامات وتوجيه تهديد، لكنه بنفس الوقت على 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 واقع على المستوى الفعلي لم نرى اي فعل من قبل الاداره الامريكيه، رغم ثبت بما لا يقبل الشك. كل هذه الانتهاكات وكل هذا الاستهداف وكل هذا الهجوم الذي حصل على السعوديه وعلى الاتجاهات وعلى الامارات وغيرها كلها باعتراف وادله مثبته وموثقه بان من قام بهذا الفعل هي ايران، لكنه كل ما هنالك نسمع من ترامب ومن إدارته أنها تهدد وستفعل وستفعل وستفعل، لكن حقيقة الواقع عكس ذلك. هل هي رسائل تريد إيران إيصالها لأمريكا بعد الأنباء التي تحدثت عن نفاد الولايات المتحدة الأمريكية 1000 جندي إضافي لينضموا إلى زملائهم في المنطقة؟ إيران هي يعني لن تخفي نواياها تجاه تجاوزاتها او تجاه انتهاكاتها، سواء فيما يتعلق خارج حدودها او سواء في اليمن او في لبنان او في سوريا او في العراق. هذا الموقف معلن، وحتى انه تعلن هي باستمرار انه نفوذها موجود في هذه الدول وتقود هذه الدول. وحتى الهجمات التي قامت بها، حتى السفينه اليابانيه ثبت بانه اللغم هو تستخدمه ايران، فبالتالي ايران هي وصلت هذه الرسائل وبوضوح. ولكن للاسف الشديد الاداره الامريكيه، ربما انا قد يعني هناك سيناريو يتداوله بعض السياسيين وبعض المحللين انه حتى هذه الهجمات ربما بتوافق امريكي ايراني لكي كيف يعني ما الهدف منها؟ العفو؟ يعني كيف تواطؤ امريكي ايراني؟ ما الهدف منها؟ الهدف منها انه حتى تدفع دول الخليج للمواجهه المسلحه، وستقوم امريكا بعد ذلك بتجهيز السلاح وابتزاز دول المنطقه، وهذا هو المخطط. وان كيف تفسر انه امريكا تريد ان تحارب العراق ولا تزال تدعم حكومه ايران في بغداد؟ لا تزال امريكا توفر الغطاء الرسمي لهذه العملية السياسية التي تقودها الميليشيات المرتبطة بإيران. نعم. ولا يزال النفوذ الإيراني والاحتلال الإيراني في العراق القوة الحقيقية على الأرض. فكيف أمريكا تريد أن تحارب إيران والعراق الذي إيران تعتبره سواء الحديقة الخلفية أو المواجهة الأمامية في حالة الصراع؟ يعني هذا هو يجعلنا نتساءل هذا السؤال المشروع. إذا استمرت هذه الاستفزازات ولا سيما من الميليشيات داخل العراق التابعة لإيران، يعني ما توقعاتك لرد الفعل الأمريكي على استخدام هذه الميليشيات الإضرار بمصالحها؟ هل يكون العراق البداية لقطع أذرع إيران مع استبعاد هذه الفرضية التي تحدثنا قبل قليل عنها؟ سيدي الفاضل، إذا أمريكا جادة في عملية إجهاض المشروع الإيراني وتمدد إيران في المنطقة، فهي قادرة على إجهاض هذا المشروع وإسقاطه
زمن قياسي غير متوقع. أمريكا لديها القدرة على أن تنهي الترسانة العسكرية الإيرانية في زمن قياسي غير منظور، وبالتالي أمريكا لديها القدرة، لكن ربما لغاية هذه اللحظة ليس لديها الرغبة في تحقيق ذلك. وبالتالي حتى لو تعرضت هذه الميليشيات إلى المصالح الأمريكية بالعراق، ربما أمريكا ترد على هذه الضربات أو ترد حتى على إيران بأهداف محدودة معينة، لكن لا تتطور هذه المواجهة إلى حالة حرب، لأنه لا يزال المشروع الإيراني الفارس الصفوي يخدم مصالح أمريكا، وهذه الحقيقة يعرفوها حتى دول الخليج. الآن أمريكا ماذا قدمت لهم غير الوعود؟ وإيران ترسل الطيارات والصواريخ، والدول الخليج تنتظر الرحمة من أمريكا متى أمريكا تساعدهم على رد هذا العدوان، بقدر ما نسمع من إدارة ترامب يوميا ومن وزير خارجيته بأنه أمريكا جاد في مواجهة إيران وضعاف إيران، لكنني أنا أرى أنه إيران وأمريكا هم يتبادلون ويتقاسمون الأدوار، وهذا وحتى الآن هناك اتفاقات سرية بين الإدارة الأمريكية وإيران في إحدى الدول الأوروبية، وربما تمضي هذه النتائج وهذه المفاوضات إلى نتائج قد تصل إلى أن يقعدون على قائدة طاولة المفاوضات، وربما يصلون إلى حل نهائي. شكرا جزيلا لك من لندن الكاتب السياسي مازن التميمي.